السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي؟ فيديو جديد على قناة فيوتشر كوين. فيديو اليوم عن عملة XRP وآخر تطورات القضي مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. في خبر مهم من شركة جوجل وشركة أبل بخصوص العملات الرقمية، رح نشوف مع بعضنا إذا هالخبر رح يأثر على سوق العملات الرقمية أو لا. بس خلونا نلقي نظرة سريعة على شارت XRP ونشوف السعر إذا كان صعود أو نزول. طبعا حاليا في خط دعم عند 1 دولار و2 سنت، عم بيحاول يكسر خط الدعم نزولا، لكن الحيتان عم يمنع النزول، بيحاول يرفع العملة الى اعلى. في مقاومة عند 1 دولار و20 سنت، اذا كسر المقاومة ممكن نشوفه بهالمنطقة هاي تقريبا من بين 1 دولار و20 سنت الى 1 دولار و50 سنت الى 1 دولار و40 سنت تقريبا. طبعا تعافي XRP يحتاج اخبار ايجابية من المحكمة، بيحتاج ارتفاع بسعر البيتكوين ودخول حيتان الى سوق XRP وسوق شركة ريبل. خلينا اصدقائي نروح نشوف الاخبار ونشوف تغريدة جون اديتون المحامي والمتحدث باسم حاملي XRP. طبعا جون اديتون كان عم يتحدث عن تغريدة جيمس فلاين، والتغريدة بتقول اصدقائي، رح ترجمها للغة العربية للاشخاص اللي بتحب تقرأها باللغة العربية، وهي مكتوبة باللغة الانجليزي اللي بيحب يقرأها باللغة الانجليزي. هيئة الأوراق المالية في XRP بعد تحقيق مدته 2.5 سنين، ما يقرب من 6 أشهر بعد تقديم الشكوى، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC من المحكمة تمديد مواعيد النهائية لكل من اكتشاف الحقائق والخبراء لمدة 60 يوم. يعني طلبت هيئة الأوراق المالية انتهاء من المحكمة بالشهر 10. كان من المقرر انتهاء محكمة XRP في الشهر 8، لكن حاليا عم تطلب هيئة الأوراق المالية من المحكمة تمديد الفترة 2. هل هذا خبر سلبي أم إيجابي؟ في ناس كتير بتقول هذا خبر سلبي، وفي ناس بتقول أنه هاي التغريدة أو هذا الطلب من هيئة الأوراق المالية هو خبر إيجابي بالنسبة للـ XRP. هيئة الأوراق المالية عم بتحاول تماطل وتكسب وقت أكثر، هذا لأنه ما عنده أي دليل ضد الـ XRP، والفترة من الشهر 11 إلى شهرنا الحالي لم تجد فيه أي نقطة غبار على الـ XRP. وطبعا بالشكل المتعارف عليه دائما الخاسر هو من يحاول تمديد المهلة ويكسب أكبر وقت ممكن للمماطلة والمناورة. طبعا هيئة الأوراق المالية إلى حد الآن لم تستطيع مجابهة الـ XRP، والتقارير التي تملكها تقارير تدل على ضعف موقفها في القضية. أما لخبر جوجل باي وأبل باي، جوجل باي وأبل باي تقبل الدفع عن طريق كوين باس، عن طريق بطاقات كوين باس. طبعا كوين باس هي منصة للعملات الرقمية، أصدرت بطاقة مثل بطاقة ماستر كارد تستطيع الدفع عبر شركات جوجل وشركة أبل عن طريق العملات الرقمية. يعني إذا ردت تشتري تطبيق من أبل تستطيع شراء عبر الدوش كوين عبر العملات الرقمية الثانية، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة جوجل، يمكنك الشراء عبر العملات الرقمية. هذا الخبر صدر اليوم من شركة كوين باس برو. خبر تاني أصدقائي، عملاق البحث في جوجل يرفع الحظر عن إعلانات البورصات والعملات المشفرة. كان في حظر من شركة جوجل تمنع أي إعلان عليه عملات رقمية أو محافظ أو بورصات. نشوف الخبر مع بعضنا. عملاق البحث جوجل يرفع الحظر عن إعلانات بورصات ومحافظ العملات المشفرة. خبر حلو كتير، وإذا دل أنه عالم الكريبتو فرض نفسه بقوة في عالم البورصات واقتصادات الدول. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، لا تنسوا تعملونا لايك وشير واشتراك ليوصلكم كل جديد في عالم العملات الرقمية. السلام عليكم.